العدد اليوم 5 دول، كاين كوت ديفوار، كاين تونس، المغرب، مصر والجزائر. بالنسبة للبنات كاين 4 فرق، هما الجزائر، تونس، مصر والمغرب. 17 حكام دوليين اللي عينتهم الاتحاد، وجبنا ثانية درنا فترة بالنسبة لا كلاسيفيكاسيون. كم عارفين باللي المكفوفين، كاين المكفوفين على 3 نوعين، بي ان هو اللي ما يشوفش كامل، بي دو شويه والثالث شويه. التنظيم بتاع البطوله هايل، توفر لنا حاجات كتير من سكن لمواعيد التدريب للامكانيات القدرات. بصراحه انتوا قايمين بالواجب يعني. الفريق سيدة الجزائر عندها تقريبا سنة حديث نشأة، راه تقريبا سنة هو في التحضير، أمور عادية إن شاء الله. الفريق تاعنا عنده خبرة بفضل البطولة الجزائرية النسوية. طموحنا كما قال لك إن شاء الله، أولا أول تتويج إن شاء الله يكون، وتأهل البارالمبيا باش ينافس ماهوش المشاركة. هو الهدف تاعنا الاول هو طبعا التتويج بالذهب، والذهب لان الفريق الاول من ضمن المنتخبات الخمسه هو اللي راح يتاهل الى الالعاب البارا اولمبيه بالبرازيل، فاكيد نحن مستعدين باش ناخذ البطوله والذهب ونتاهل الى الالعاب ان شاء الله. فوق